باش نحكيو تلفزه توا في لاباس يبث تقريبا في 30 قناه تلفزيونيه وفي تونس يبث على قناه نسمه مسلسل ضخم جدا اسمه عمر الخطاب وعمل ضجه كبيره لانه صارت نقاشات على تجسيد الصحابه والخلفاء الراشدين هل هو ممكن ولا لا. فما برشا توانسه نجوم وخاصه معناتها زوز توانسه كانوا نجوم اليوم ممثل تونسي كان نجم نجوم عمر الخطاب ومثل دور علي ابن ابي طالب نستقبله مع بعضنا غانم الزرلي. صباح غانم مرحبا بك. عايش غانم الزرلي الجمهور يحب يسألك. لاباس مرحبا بك. دونك انت واحد من ابطال مسلسل تاريخي ضخم عمر الخطاب اللي تبثه قناه نسمة عده قنوات فضائيه فيه اكثر من 550 ممثل من العالم العربي. المسلسل شاركوا فيه برشا وجوه دراميه وعربيه معروفه حتى عالميا اخراج حاتم علي سيناريو وليد سيف من تونس فتحي الهداوي في دور ابن ابي سفيان زياد التويتي في دور حبشي مع وجوه تونسيه اخرى كانت حاضره في ادوار ثانويه وانت مثلت دور نجم نقولوا اهم دور في حياتك الى حد الان ولا وكيفاش تقيموا معناتها؟ انا تعاملي معناها كممثل محترف مع كل ادوار يكون بنفس الشكل لكن القيمه نتاع الشخصيه في موروثنا وفي تراثنا وفي ديننا وفي عالمنا العربي الكل والاسلامي الكل هي اهم شخصيه من الناحيه هذه. وقت اللي انت اسمك في جينيريك يبدا قبل اسامي كبيره كيما منى واصف ولا سعد فضه ولا حاجه معناتها ك مساله جينيريك كانت تظهر لي مساله ثانويه بالنسبه لي ما اعرفش معناتها قيمه الدور هو يعكس قيمه الدور معناتها وقت اللي تدخل مع نجوم عربيه كبيره وانت صغير تتفرج فيهم واليوم وليت ادوارك معناتها بنفس اهميتهم والاكثر حاجه تعتبرها معناتها حاجه باهيه. بطبيعه هي كتجربه معناها عرفتني بناس يظهر لي من أهم معرفت حتى لتو أنا في الميدان ممثلين على مستوى عالمي كيما غسان مسعود مثلا ومخرج على حرفية كبيرة إنسان محترف وتجربة مهمة أني يعني تعاملت مع مخرج إلى درجة أنا ما كنتش نتخيل اللي في العرب فما مخرج هكا. كيما ممثلين توانسة كيما فتحي الهداوي خاصة اللي سمعوني برشا في الانتجراسيون في وسط الخدمه ايتو. انت شخصيا فتحي تعرفه قبل ولا لا؟ ما مثلتش معاه قبل ولا لا؟ ما مثلتش معاه ما هو يعرفني من بورقيبه نتاع ثلاثون. بورقيبه. معناتها زوز شخصيات تاريخيه مهمه برشا معناتها عندك حظ بخلاف نوبة عندك لا حظ. لا فما حظ. اي فلوس لحية نفعتك معناتها فنيا ماهيش لانها جمال طبيعي معناها خاطر كي ندخلوا اللام نجموا نقضيوها لا تستعمل سانسيل اوكي دونك نحكيو على البروفات عمل بالضخامه هذه ما كانش عمل سهل نتاع اجى اقرا سيناريو اليوم في الليل واجى مثل غدوه الصباح. احكي لي كيفاش جاك الدور وكيفاش عشت فتره التحضيرات يظل لي معناتها قمت بتربص كامل باش تاقلم مع الدور. هو التربص معناها قمت بيها في اشتغالي على الدور بطبيعة لكن كانت متوازية مع فترة التصوير. فترة التصوير كان فيها فترات متاع راحة وصلت شهرين مرة في الانتقال من التصوير من سوريا للمغرب مثلا ولا العكس كيف رجعنا رمضان عمني وصورنا في سوريا فما فترة تخلينا فرصة باش نشتغلوا على الشخصية هذه. ولا كيفاش شنو الفرق بين معناتها تحضير شنو الخبرة اللي اكتسبتها كيفاش يحضروا العمل الغادي؟ اش معناتها تربص قبل ما تقوم دور شنو يتعلم الممثل معناتها؟ هو مش تربص معناتها وفروا الإنتاج فالإنتاج وفر تدريبات على المعارك مثلا اللي أعدها الإيراني محمود أردلان ومثلا لقينا الوقت باش ندربوا على الفروسية وعلى حاجات كيما هكا لكن هو في حقيقة الأمر الاشتغال على الدور هو كأنه تربص لأنه الواحد لازم يخلي فترة يهتم فيها بالدور هذاك على الأقل في فترة معينة ودور كما هكا بالطبيعة أطلب أنه فترة نوقفوا برشا حاجات باش نتلهاو بيه جوستومون. يظهر لي تفرغ تام تقريبا ولو أنه كان عندي عمل اللي بدينا فيه في المسرح وقسينا وقت التصوير لكن ممكن نرجع له تو ممكن ترجع له تو
صورت في سوريا وتربست في سوريا في فترة خايبة برشا في تاريخ سوريا معناتها، في فترة اللي خاضت الدنيا، وحتى معناتها يظهر لي عشت فترات توتر كبيرة. كيفاش عشت هالفترة؟ أنا يظهر لي ساعة اللي لازم نوجه تحية للشعب السوري في محنته، لأنه الثورة السورية حقيقة الوضع العام في سوريا ولد فترة متاع الكرتوش داخل فيها من الحيوت معناه. ما نجم نتمنى وكان الخير البلاد مزيانة برشا كما سوريا. في الفترة اللي أنا توجدت فيها كنا في دمشق، وكان في طريقنا للتصوير فما بعض الحواجز الأمنية، لكن ما زال ما وصلش الاحتقان والمد الثوري والعنف حتى اللي من النظام، ما زال ما وصلش للحد اللي وصله اليوم. فدمشق وقتها كانت هادية نوعا ما. انت عشت معهم، شنو الموقف اللي تنجم ده اكثر؟ معناتها كل الثورات يظهر لي صار اتفاق الا الثورة السورية، صار انقسام في الاراء حولها. معناتها خلي نقول ونحب رايك كمواطن عشت مع السوريين وممكن عرفت خفايا، شنو الموقف تنجم تاخذه؟ معناتها اول حاجة انا نعتقد اللي الثورة السورية ثورة مشروعة، لانها ضد نظام. يمكن ما عشنا شيء احنا في تونس حتى في النظام السابق، معناها درجة متاع عنف ودرجة متاع قمع إلى حد أنه الواحد يبدأ في داره ويخاف لا يسمعه حد قدام الباب، ما نجمش يحكي في راه. احنا كنا نحكيه في القهاوي كمان ونحكيه، حتى احنا خدمنا مشروع تخرج في وقت بن علي يحكي على أحداث رديف، كنت أنا وزملائي خاطرنا برشا حاجات وقتها مثلا، لكن في سوريا هذا ممنوع مستحيل معنى في النظام اللي موجود غادي. أنه الثورة السورية تولد هالشيء هذا الكل، هو يظهر لي أنا أنه النظام سعى للتفرقة هذه وسعى أنه يدز البلاد نحو الطائفية، اللي التقسيم في سوريا اللي سعى له النظام هو أعمق بيسر من التقسيم اللي قاعد يصير ربما في شعوب أخرى، لأنه عرقي أحيانا يولد. جستمو، أما تدخل الأجنبي في سوريا اللي يقول لك لأنه سوريا آخر محطات المقاومة ومعناتها إيران وحزب الله وغيره، كيفاش تراها أنت؟ معناتها ممكن راو زملائك من الفنانين السوريين معناتها فهموك خفايا؟ يظهر لي أنه الفنانين السوريين عاشوا فترة التصوير كل مخاخهم في سوريا، وخليني نذكر شباب خاصة معناها سامر إسماعيل اللي قام بدور عمر، ومشت فضة وآمن العرند، مجموعة هذه ممكن اللي كنا مجموعة قريبة بحكم السن لبعضنا، فشاركناهم في فترة التصوير اللي دامت 7 شهور المحنة متاع الشعب السوري. واضح. به نرجع طول مسلسل عمر، مسلسل انتقادات كبيرة، بل انه فما شكون من اللي افتى انه حرام وممنوع شرعا تجسيد الصحابة. انت من العبيد اللي معناتها في الواجهه لانك تجسد دور معناتها نتاع صحابي، كيفاش غزرتوا الحكايه ذيك؟ انا خليني نحكي على الرياكسيون نتاع الجمهور التونسي اللي كانت ايجابيه جدا، وما صارش يعني التحريم العلني والتكفير العلني وكل هذا، بالعكس. وهذا يؤكد انه ما فماش ربما رهانات سياسيه حول الموضوع، لأنه احنا مجموعة من الفنانين واجتهدنا في تقديم أدوار، كما الدكتور وليد سيف اللي ألف سيناريو واجتهد في صياغة أفكار حول شخصيات عمرها ما تمست في تاريخ الإسلام، واللي تنجم تكون مثال ربما يحتذى للشباب العربي والإسلامي عموما. ففي اجتهادنا هذه فما جدية كانت موجودة، فما نجمش يثير هالقلق هذا الكل. لكن بعض الأصوات، هو لأنه في أي حوار لازم تلقى أصوات مترفة دائما فقط. في تونس ما عندناش المشكل، في دول عربية معناتها الأزهر ولا المفتي السعودية حذروا من هذا. ترى أنه تونس بعيدة على المزايدات الدينية هذه معناتها؟ أنا يظهر لي الجمهور السعودي أكثر جمهور عجبوا المسلسل، لأنه قاعد نشوف أنه برشا سعوديين عجبوا بالشخصيات متاع المسلسل وقاعدين يكتبوا في تعليقات يوميا، والخليج الكل وحتى من العراق وحتى من الشيعة زاد اللي ربما كانوا يظنوا أنهم يرفضوا تجسيد شخصية سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. ف
إذا فما أصوات ديما نقول أنها شاذة وكاو حضر لها. كيفاش تحضر تجسيد دور شخصية كما هذه دور صحابي علي بن أبي طالب؟ معناتها كيفاش تحضر له معناتها؟ كيفاش شنو المسؤولية تحسها معناتها على العاتق؟ هي طبعا مسؤولية كبيرة وتتطلب معرفة بعديد الأشياء تخص الشخصية، لكن في الأخير الواحد ينطلق من إحساس ربما تجاه هذه الشخصية وتاريخها وكل، من هو يكون بداية بناية الشخصية، وهذا اللي حاولت أني أشتغل عليه فقط. معناتها ممثل يظهر لي تقرأه في التمثيل من الأول أنه الشخصية فيها السلبي والإيجابي، وهذه الإشكالية يمكن في 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 مسلسلات كيما هكا، معناتها كي باش تتناول شخصية صحابي تتناول السلبي والايجابي، تتناول تحاول تفهم خفايا شنو معناتها، كيفاش تتعامل معها؟ انا يظهر لي هل لازم تنزع عليها التقديس باش نجم تتناولها؟ كان فما جرأة كبيرة في التعامل مع الشخصيات هذه، ولو انه احيانا فما بعض الحذر، لكن كيما تشوف الاختلافات انه مازال اليوم فما زوز ملل يتعاركوا على خلافة سيدنا علي وخلافة سيدنا عمر، معناها فبرشا مواضيع فيها اختلاف وفيها جدل، لكن هذا ما منعش التعامل مع الشخصيات بطريقة ذكية أنا في ظني، خاصة شخصية كما شخصية وحشية اللي أنا كما تفرج عادي يعني عجبتني أكثر شخصية لأنها مكتوبة بطريقة شعرية جديدة، اللي هو كان شخصية متعدية كأنها فيجيران قبل معناها في فيلم الرسالة، ربما فيها نظرة حتى متاع في جانب حيواني وفقط يعني في الرسالة، لكن ظهر أنه عنده جانب إنساني كأي إنسان، وهذا كتابة جميلة جدا في محاولة في الرسالة. ظلموه جابوه في مقطع برك، معناتها ظلموه بالقدية في الرسالة، رغم اللي الحدث اللي قام به هو مقتل بطل تقريبا متاع الرسالة. أي هو اللي قتل حمزة، معناتها هو اللي قتل حمزة ووحشي، معناتها في جانب وحشي. باش نسأل على فما حاجات شافوهم برودكسيون كبيرة كيما عمر وشافوا نوع من الأخطاء، بمعنى حبشي موجيل سواتش في ديه كادر في الصحراء وخيال طيارة متعدي سوزي متعدية ممثلة لابسة كوستيم تاع الدور وتحت الروبة يظهر ماركة شانيل، معناتها بالحق اخطاء قالوا مش متاع برودكسيون كبيره، عليه ما عندهمش سكريبت قوي هكا ولا حاجه، معناتها مش صحيح انه ماهيش متاع برودكسيون كبيره، خاطر انا يظهر لي اللي اقوى الانتاجات في العالم ممكن تلاحظ فيهم اخطاء اخطر من هذم اللي كنت تحكي فيهم، عقل ما نحبش نذكر اسامي متاع افلام، لكن انا يظهر لي وصلت ريت مثلا انك كوبوي، واحد لابس طربوشه نتاع كوبوي سائح هكا على روحه ويعمل في تصويره فوق فلوكه، والفلوكه فيها شخصيات تحب تموت وتغرق، ما عندها حتى علاقه يعني بالوضعيه لها شيء، واحد ما تفهم حتى شيء، احيانا تصويره الماء وليت مركبه مع كيما جوني ديب موندانا ديداس. اي فما برشا اخطاء كيما هكا والاكثر. واضح. هل صحيح انهم قالوا مع تفرضوا على اللي قاموا بادوار رئيسيه يقعدوا عام ما يمثلوش باش ما يسيئوش للشخصيه اللي هي؟ مش باش ما يسيئوش للشخصيه، يظهر لي ما فماش دي زيكزيزونس خاصين مثلا للدوره نتاعي انا، لكن كان تنجم تكون حتى اختيار شخصي في التعامل مع شخصيه كيما هكا، لازم يكون الواحد حذر نوعا ما، والفتره هي معناها بطبيعتها تخلي فرصة للممثل حتى بعد التصوير انه يستنى الشخصية ويعاود يتذكر خدمته وكذا. يعني مش اجبار، بل واحد اي واحد يحترم خدمته تقول يظل المسألة مقنعة اكثر منها اجبار يعني. باش تقوم غانم زرلي، مثلت في 30 في دور بورقيبة، كنت وقتها ديكوفيرت لتوانسة الكل، مثلت في دور عمر، معناتها ما نجمش يكون بخلاف المسرح، ما نجمش تكون رولانس لكاريرك في التلفزة معناتها وفي السينما اللي ماهيش بتاتر ماشية، معناتها دور علي مثال في مسلسل عمر ما تنجمش تكون رولانس الكاريرك معناتها في التلفزة. أنا نحاول نكون أحيانا سيلكتيف في الاختيار متاع الأدوار، فلما يكون دور مكتوب بالصحيح وبالباهي، خطر أحيانا تلقى سيناريوهات أنه يكتب دور ويتنساه ويتهمش وكل، فالواحد إذا تعدى في أدوار كما هكا نجم تحد شوية من لأنه يعني دور بورقيبة دور مهم معناها، والتجربة متاع فيلم 30 تجربة مهمة جدا، وأعتقد أنها
يعني أثرت إيجابا حتى على مشاركتي في العمل هذا. فكل تجربة تعاون الأخرى، الواحد يحاول يكون يختار طريقه بالخطوة بالخطوة. جستمون. وهل بعد ما مثلت دور علي هكا وليت رزين في الحوارات واحد ما احنا عملنا حوار قبل ما بعضنا يظل ما تفرقش ياسر الحكاية. ليه في بورقيبة حسيتك ديناميكك في بورقيبة وبيس لوليت قالوا صندل هذا كدوم المسلسل سوفينير غانم يعطيك الصحة. حبينا نقولوا دونك نعاود نذكر المسلسل يتعاد على قناة نسمة أضخم تقريبا إنتاج عربي وعلى برشا قنوات فضائية. شكرا لك غانم زرلي نورتنا ليلة في لاباس. يعطيك الصحة غانم. لاباس اليوم وفات نتقابلوا غدوة إن شاء الله. تونس ديما لاباس.